وجاد كل بأمن وشكور إلى ولي المؤمنين وسكور كن يا ولي قدير يا نسير للمؤمنين إنك نادي البزير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وشريته من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل الجواب رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وأبرد جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من خان وكان حقا علينا نشر المؤمنين يا من خان وكان حقا علينا نشر المؤمنين يا من خان وكان حقا علينا نجل المؤمنين بارك السرين سالي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجاد كل بأمر وشكر إلى ولي المؤمنين وشكر كن يا ولي يا خدير يا نسير للمؤمنين إنك الهاد البزير أنزلت بورا ديانا كل من ليس يكون آمنا يا جسما أنزلت بورا ديانا كل من ليس يكون مسلما يا جسما أنزلت بورا ديانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نبتنا بأفضل الإيمان ولتنضي الجميع بالأمان حافظتنا به وبالإسلام ولتحفظ كل أن المرام خدمت سيد البراء يا أحمد والأنبياء والرسل يا من أمد رد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبد إلا نبي رد الصلاة والسلام والأنبياء والرسل منشي الكلام على نبي محمد وعلى آله جل وجل وجل زوال للمنتقى كما يشعر بلا نهاية وقدمة تقبلا يزل زيد الورى مختارا يا باقيا جانا مختارا نبي صلي والتسلي في أبد الله الذي لك يقود من أباد أكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بتسليم واشكر قدياء أكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بتسليم واشكر قدياء نبي صلي والتسلي بترام على نبي ودار وشعب الكرام
شراد ذل الأرض العظيم صمد على نبي وعلى آله والمحمد رد أمك إلى الهدى يا من أباني بمغتده أوجل كل مجرم ومجرما بشارة يا من كفاني سلما لكل مؤمن وكل مؤمنة أوزل بجارات لزر مدمنة مدى لكل موجن ومسنى أجا بجارات ترى مستحجنة ودين مد رسول الله علي خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكن يا من يكون منا لم تكن ناديتك اليوم بأمن وذكر في المؤمنين يا ولي زكور يا قاد ليكم فيقام هادي من قبل عيط ولا تهادي نفيت ابليس لخير ابدا في زار صاب كل من لم يعبد ودين من قد امنوا واسلموا وعصموا مقتل من لم يسلموا كم لامه نبي صلى ان لبي تسليم رب جل إجابة تشازي الأعداء إلى سواء فرمدا وداء نادوا يا كريم يا مؤمن ليستجم والنداء سيأمن عزيز جمعة خير مرسلي أني الذين كفروا برسلي هدى لهم نجرا أسيزا آجلا وبشرا لهم آجلا وآجلا كل شيء الإيمان ما يسير هبك يا من عندها مشيد أغنس بالإيمان ما يسير هبك يا من عندها مشيد أغنس بالإسلام أن يكون إلى إداك وأني سكوني على نبي ورجال الملتان جل وسلم يا مبيد من جعل للمنتقى والآل والشعب الكرام أوزل زلاميك ويدلي بالمرام يا من لا أدعنوك ما له نمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناديتك اليوم وبيعديا وريق عليك دون سك عاديا أوزل لأمة النبي أمدا مشليا أجل يؤذي من هم مدا نجرا عزيزا يجمل الكبار ما في قارر لهم من بارا جم العزيز والبراء كالكتاب أني الذين امتنعوا من المطاب رافع قربى الكتاب والفروع ما تأتي سيسيا يسابروا آتيتني جميع دون السلبي ولتقادس لوقت طلبي لأوجل الذي أريد وانفي بي الورى يا مغنيا أنمت في ما دقست الضر لي بالمنتقى وخلت لي ما وده صوتك وجاد لي ما لا يصان أجبا في أبد شارين النجبا مدد لي مدد من لا يخفى
أن ليس الدطلي بالأعضاء نبيت كل من غلاني فارا لما يسوءه نبى من سيكرا يا الله يا رحمن يا بشير خادر يا رغيب يا نسير نجيت من في يدانه معا من الساكين فشكر اسماء وجاد شوريا الى الرحمن المالك الرحيم ذي الاسماء كرمني في مولي وبلدي مكرم بلمن صفا قلدي اكرمني رحمن اكرما كفى كليتي درا وفيدي وقفى ناديت ربي بشهر رمضان جار الامان والمنى وفيدان امدوا عمدا يسوق سرمدا أعمدوا عمدا يشوق سرمدا لغينا إبليس سوخا أكمدا خراب جملة الهدى توجهت لخير درل والمنى ليجاد غراب جملة الذين أفلوا ليتوزعت ورب المشرك إلا الذين شلموني خبر ناد مدرتي كساك الكبر أن انتفت مدرتي والبنوى بفضل مغن بي خاد الأنوى له ذكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يذكر كلي بالكتاب بلا مادات ولا هتاب ناجيت تناجي تكريم ولم يصل بنابه كريم إليه وجهت أنا ختاب مع اليقين وفؤادي تاب نظرت لي فإنك النشير ما أوضعي بي إنك البشير سمعت قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضات رددت لي في التي أغببت لي وجاء لبدء سببت أجبتني جواب من تانى عن سنة وخطة فعالة لوجهك الكريم أوس الفرجا للمؤمنين والدعاقه الرجا مصليا مسلما على نبي بصير كل أقرب وأجنبي واللي يعبد المسلمين فر يا من ما أنت أيا وترها ما أظلم ألا يمر من بلا يا من جميع قدمي تقبل نجي على المجتمع بعد شرى ما شرى من لا أم الخلام يجرهم به لذيذ الجرى فكل ما يجرت تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتديا الى المنى من عندك فاز الذين شهدا بالخير وباء من لم يسعد بالليل اغرمت الابرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم زيغ لشين تارك العباد للنار من لم يطي أبدا كيف من أراد أن ينخل ما أبرم من أيضا لم يلم جزاه من دار سزا الأرث بكى فكل من أبكاه سن كرسي بكى
إن الذين كفروا وامتنوا من توبة رأوا جزاء ما شنوا بطلوا زكاة خارب والكل من أم صديد سارب للمسلمين ولكل مسلمات نار الذي أذاب أهل ظلمات هم الذين في الجنان يغلبون وهم بما يسبهم مقلدون منعهم طرعوا بلا استلاب والكل بالبشر خلاب رجاهم وأقهم وملكوا في أبد ما لا يرى ملك بناؤهم يهدو وليس ينسبين أما مبارز لذيب منشبين بالله آمنوا وأسلموا معها والتوشن لوجه باغ رمى هو الإله وهو الرحمن وهو رحيم وله الأجمال مني لا أنفع حمد وشكور ذا خدمة بالمجتمع أفضي شكور فارقت جملة من المباهي لمن عباد يأسى من مباهي فارقت جملة من المباهي لمن قضاني يأسى من مباهي أشكروا وقادني أبدالا كما قبائل الأرض والجدال يبانا هو الكريم والأمين وكل من لم يحمني فهو كميت تجريم من لي لا يوجه الدرر ألا نجيبي كفاني قرر دشاء من جل أن المجاني لي غاد ما خاب أن الأمزاني الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله سنبه الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله سنبه براءة المختار ليس تغفى إذا على من بنكال يغفى للمجتمع وجدت ما قد شرفا لخيرنا إني سبق وانشرفا هدمت بادلا بحق فزاق ولله كعب شهيدا ملكت ربي مالكي كليتي آلي لوك همري واليتيم رددت بالله وبرجولي من عاد بالحق ونلت شولي براء لله من شرك ومن كل نباخ والشهادة الأمين براني من عيب نجيب النبي شل عليه في الشرام المتندين هو الذي لم أرى خيره ولا راء في شيء عداء والمولى محمد جل عليه بسلام وشيل بيده ولخان الكلام فراني نغرب تفريانية بأنني قل وهب وقديم لا غدابي وما نكتار ولسعانا وجه الخدير أي الطبع على الهدى فخلبوا ولسعانا شاخئ من خلبوا تسليم باخ غاد للصواب
ألا الذي أورث ثوابا ألا الذي طلبك يا الخديم لو شرى ما يجب بريات الحديم لمن له كل يد بعد عندي ومن خالفني عباد ملك الذي ليس له المباهي لي هذا ما قاب أن المباهي نادى علي العليم والغبير وجاد الواسع والكبير فرأى الجميل في منامه نادي الملك وهو الرافع شاغ مكاره لمن قبلونها مطر ديما ليقود منها ملك للملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وشوابا وجلسا والوعد لي في رمضان نجزا أجو الذي ما عنده لا ينفد ويالذي وما جرى نفد غنمة خير العالمين أعمدا أن لا تشريك ما كأي من مدى فراد القلب ونفسي طيبا وبمكائه لغير سبات يجور غير العالمين قلبي أن لا تشريك ما مشير العالمين للمجتمع وجد مالي غادة نبان بدا مدرة فانخادة ويبيه وهو شجاع بما شدني ولو جاء محمد جرى ليلاه في آل وشعب ومن ولاه ما بلاي وما أمراضي وبالرضا تنقاد للأغراض نبينا المختار غير الأنبياء نبينا المختار غير الأنبياء الذي تسليم أبي بربي وزن له كل يدي بالأرني والسر ووالي قاد ولني رباد خدمتي إلى الوسيلة شرى عليه من أرى تفضيلا رباد خدمتي إلى الميسانات ونسوان ساخاكم لمن بنات هو نبي ورسول والغالين والحبيب ويكسر الغدير تجيب باغ لا يزال سمادا على نبي ورسول احمد ابغى سلامي الكريم سمادي على نبي وسيلتي محمد على نبي وسيلتي محمد أبغى سلامي الكريم سمد يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إلا يجود يبتدر ناديتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فترة فوق صومي جئت بذا الغزيد ذاكرا لك بها قبل لي قلت من لك زند غزيد ذي ذكورا ولم تزل يا مالك سكورا أغرمتني
الهجرة ممن ما شبه وكل ما رته من كم فهل آتيتني يا ربي من لدنك شرك من بارتيت عنك باركتني يا ربي بأروفي وغير يا مجد بالمعروف مرتني بكونك الكريم ما قاد لي تبزير وتكريما أتيتني ما حلب أنشى كلما ملا من الريما أو تسلما كابني من ماله قوانا بما لخير ساخ كل من جات أغرمني بقل هو الله الأهاد ربي ولم يكن له قوانات ناجاني يا الله المكرم السامات ناجيا به كماني يا كمات وجعلي الأكرام أنفع الكرام فضرني بغير رد الزراب أجعله كون الدين قصيدا خارقة لعادات مفيدة يا أيها يا قيوم صل بالسلام على الشجاع بأحسن كرام على الذي جاء بأجل كرام صل وسلم وتقبل الكرام من على قريب الروح مما يبوس من معروف من ذاك من ورود خلد الربا يا من كما أقصى الخرور والنباء والليل يا رغمان يا رهيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك لخدي موسى شلا مسلما أنا موسى شكرا سبحان ربك رب الهصد يا معيذفون والسلام على المرسلين لله رب العالمين شيخ صالح بن بكي يلا يلا يا كل رب بركي خدي من مصطفى.